40 درهم. هذا اللحم 80 درهم. هذا الجزء الفقرة 60 درهم. 60 درهم زيد. هذا الكبسة 40 درهم. 40 درهم. كيف الدان لقى 50 درهم. تبارك الله صلى عليك رسول الله. شوف شوف طاجين راهي بقبق هنا يا اللهم بارك. تبارك الله. تبارك الله. 25 درهم الكيلو تبارك الله. كاين بليصات زوينين هنا ترتاح فيهم. مقهى ومطعم عين الزرقاء. تبارك الله. كفته 140 درهم اللهم بارك. واو ما شاء الله اللهم بارك. شوفوا لي التطوان كي راه دايره تبارك الله. شوف الحمامه البيضاء تبارك الله. صل عليك رسول الله اللهم بارك وزيد في ذلك تبارك الله. شوف يا سلام. صباح الخير عليكم خوتي تبارك الله عليكم. كي راكم دايرين الامور هانيه كلشي بخير كما كتلاحظوا حنا كنتواجدوا تطوان. تحياتي للناس تطوان تحياتي للناس الشمال واحد واحد. رحنا متجهين لعين الزرقاء واحد البلاصه اللي زوينه بزاف اللي سميتها عين الزرقاء اللي كاين هنايا في تطوان. بصراحه لاول مره غادي نجي لهاد البلاصه هذه لعين الزرقاء واول مره غادي نجي انا لتطوان وعجبتني بزاف تبارك الله حيت ما شاء الله يعني منطقه الشمال. يا سلام واش نقول لكم الجماليه ديال الساحر الجمال الساحر ديالها وتبارك الله كما كتشوفوا الجبال ديالها والنظافه ديالها تبارك الله. مدينه نقيه اللهم بارك يعني منطقه زوينه. وغادي نمشيو ان شاء الله للعين الزرقاء ان شاء الله نكتشفوها جميع. انا شفتها في التصاور عجبتني بزاف وغادي نكتشفوها ان شاء الله جميع. وما تنساوش خوتي البارطاج والاشتراك في القناه باش يوصلكم دائما الجديد عبر قناه عبد اللطيف القنوري. ودائما ما تنساوش الصلاه على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه والسلام. ويلا معنا خوتي اكتشفوا هذا المكان الجميل اللي سميتو العين الزرقاء. بعدا نديروا واحد الطله بعدا يا سلام. شوف تبارك الله المدينه يا سلام. شوف شوف اللهم بارك. الطريق هي هذه باقي لنا تقريبا واحد نص ساعه باش نوصلوا. ويلا معنا الخوت بسم الله على بركه الله تبارك الله. شوفوا الطريق كي دايره اللهم بارك. شوف واحد البرودة الخوت يا سلام. شوف شوف الله الله ما شاء الله ما شاء الله. راه باقي لي تقريبا واحد 15 دقيقة باش نوصل العين الزرقاء. وقفت هنا بالضبط باش نوريكم واحد المنظر اخوتي. يا سلام الله شوف ما شاء الله. شوف المنظر كي داير الخضورة وداك الشيء ما شاء الله. شوف المدينة كي دايرة تبارك الله. الطريق الرئيسية ما شاء الله. شوف بصراحة مدينة تستحق الزيارة ومدينة جميلة جدا الله يبارك تبارك الله. شوف واو غادي نوريكم واحد البلاصة هذاك الجسر هذاك هذاك الواد اللهم بارك ما شاء الله. شوف تبارك الله واو ما يمكنش نتمشى شي طريق بلا ما نوقف ونوريكم المناظر الزوينه تبارك الله. شوف شوف تبارك الله. شوف اللهم بارك. شوف تبارك الله الجبال. شوف المدينه كي دايره تبارك الله ما شاء الله. دابا حنا دخلنا في الجبال دخلنا في الجبال باش نمشيو ان شاء الله للعين الزرقاء. راه ما باقيناش بزاف الدخله ديالها هي هذه حيت هي راه جات في وسط الجبال اللهم بارك كما كتلاحظوا. شوف تبارك الله الجو هنا ما شاء الله الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد. بلاصه اللي زوينه بزاف. شوف وهذه هي الخوت. يلاه نكملوا الطريق. راه مازلنا واحد ماشي بزاف واحد 4 ديال الكيلومترات او 5 ديال الكيلومترات من اتجاه هنايا. ايوا ان شاء الله نمشي. يلا منتجع عين الزرقاء يرحب بكم. ما بقناش بزاف. ها انتم تشوفوا الطريق تبارك الله كي دايره. يا سلام الناس تبارك الله الناس الجاليه راهم جايين. الله البلاصه زوينه تبارك الله. الدخول الى منتجع عين الزرقاء تطوان. يا سلام ما شاء الله. الحمد لله يلا كي وصلنا دابا العين الزرقاء اللهم بارك. منطقه زوينه وفيها الناس بزاف تبارك الله كما كتلاحظوا. هنا كاين باركينغ وكاين كما شفنا محلات الكراء وشفنا مطاعم مقاهي. وان شاء الله غادي نشوفوا هذه البلاصه هذه واش تستحق الزياره ولا لا ونشوفوا شنو فيها بالضبط. يلاه معنا الخوت.
على ما شفت انا تبارك الله الناس جات بزاف هنا تبارك الله، ويبان لي فيها المطاعم مقاهي الناس ديال السندويتشات، الناس ديال كما كتشوفوا بلاصه زوينه ما شاء الله. وكاين واحد العين هنايا غادي نشوفوها جميع، وفيها واحد المسبح كاين لتحت تبارك الله، شوف ما شاء الله مساحه خضراء اللهم بارك. شوفوا الباركينغ الفوق والتحت عامره الدعوه تبارك الله. جلسه تبارك الله مبرده هنايا شوف، واو ما شاء الله. تبارك الله يبيعوا الفواكه، يبيعوا العسل. شحال ديال الكيلو؟ 300 درهم. 300 درهم ديال من شمن؟ بصح تعرف شي حاجه ديك، شي حاجه غارنتي، شي حاجه غارنتي. تبارك الله الخبز عاود ان شاء الله، الخبز ديال الدار تبارك الله. شوف مقهى ومطعم عين الزرقاء. تبارك الله كفته 140 درهم اللهم بارك. صراحة بلاصة زوينة تبارك الله هنايا، هنيئا الناس تطوان الشمال بهاد العين الزرقاء اللهم بارك. تبارك الله تبارك الله شوف. يطلعوا من الفوق ينقزوا شوف. صراحة بلاصة زوينة ما شاء الله. فيها جوج ديال البلايص ديال العمال، هاد البلاصة هادي ها هي، وبلاصة اللي اون فاس عاود. الضرا يا سلام ما شاء الله. كاين بلايصات زوينين هنا ترتاح فيهم، ولا بغيت تعوم مع وليداتك عاود تعوم لهيها. شوف الجلسات كي دايرين تبارك الله في العوين. قلب التيح تبارك الله شوف تبارك الله، 25 درهم الكيلو تبارك الله. نمشيو نشوفوا واش كاين شي طواجن هنايا. داك الشيء تبارك الله عندك يا سلام. بسم الله على بركة الله. شحال هذا بشحال يدير؟ 40 درهم. 40 درهم هذا اللحم 80 درهم. 80 درهم هذا الدجاج الكبرى 60 درهم. 60 درهم زيد هذا الكبسه 40 درهم. 40 درهم كاين الدنبه 50 درهم تبارك الله ما شاء الله. هانتوما شوفوا داك الشيء تبارك الله نقي وراقي طيب ما شاء الله. طويجنا تبارك الله هانتوما شوف. اي روحوا شوفوا فين راني نتغدى. شوف الطوماطيط هاد الطاجين هذا في العين الزرقاء ب 40 درهم ديال بوقرون شطون، ثلاثة د الخبزات. شوف تبارك الله الجو كي داير تبارك الله. شوف ما شاء الله نتغداو هنايا في العين الزرقاء اللهم بارك. منطقة زوينة منطقة عائلية اللهم بارك. الطوماطيط كما كتشوفوا طاجين باقي سخون تبارك الله. شوف الطاجين تبارك الله هذا ديال بوقرون شطون مع ورقة ديال سيدنا موسى اللهم بارك. الثمن ديالو 40 درهم. غادي ندوق وغادي نرد عليكم كي دايره الدعوة. بسم الله يا سلام. بسم الله بسم الله. صراحة يعرف يخدموا الطاجين اللهم بارك في لاصوص والشطون، حنا نقولوا له بوقرون ولا الجونشوا. صراحة منطقة عائلية بلاصة زوينة
تقدر تجي لها مع العائله ديالك، تجيبوا وليداتك هنايا يعوموا. صراحه بلاصه زوينه بزاف، وبالنسبه لابناء المنطقه كيوفروا بزاف ديال الحويجات زوينين هنايا، بحال ريستورات، بحال مقاهي، مطاعم. واو، صراحه انا اول مره نجي لهاد البلاصه هذه وعجبتني بزاف والله. صراحه بلاصه زوينه بزاف، يلا كي تغدينا ضربنا الطاجين ديال الحوت ب 40 درهم اللهم بارك، ورحنا عاد هنايا باش نكتشفوا المنطقه تبارك الله، منطقه ديال عين الزرقاء تطوان. تحياتي. ما شاء الله، طلعنا هذه البلاصه العاليه باش نشوف المنظر الزوين. واو ما شاء الله، واو ما شاء الله، يا سلام. شوفوا واش غادي ينقز ولا لا. يلي 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 يلي، يطلعوا الفوق الدراري وينقزوا. ها اولي اولي اوبا اوبا، ها هو شوف غادي ينقزها. رحنا راجعين لتطوان، صراحه بلاصه زوينه بزاف، تجي لها مع العائله ديالك تقضي واحد النهار ولا يومين. بالنسبه للماكله فيها رخيص، بالنسبه للماكله رخيصه، البرارد رخاص، العصير رخيص، ماشي مثلا شي بلاصه اللي فيها الثمن طالع. وهذه بلاصه زوينه وهنيئه الناس الشاون والناس تطوان طنجره المنطقه تبارك الله معروفه، هنيئه بهذه البلاصه الزوينه اللي سميتها العين الزرقاء. بطبيعه الحال بلاصه زوينه بزاف، هي واحد العين اللي كيخرج الماء ديالها من بين الصخور، والناس ديال المنطقه تبارك الله كرماء طيبين كما كتشوفوا، يعني رحبوا بنا وعطاونا الطاجين بثمن مناسب وكلينا الحمد لله، وما كانش كاع اللي ديرونجيك. مول الباركينغ عاود تعامل معنا، مول الريستورا تعامل معنا، الحمد لله اللهم لك الحمد. الحمد لله على كل حال، اللهم لك الحمد. وحتى بالنسبه للطريق، الطريق راه تبارك الله مزيانه، يعني كما كتلاحظوا الطريق توصلك حتى للعين، ما كاينش حتى شي مشكل. كما كتشوفوا الطريق تبارك الله زوينه، والطريق تبارك الله انت كتمشى وكتشوف الجبال والطبيعه والجو زوين ما شاء الله. يعني شوف راه كاين هنا حتى الاوتيلات، الا بغيت تبات هنا راه كاين الاوتيلات، كاين منازل للكراء تبارك الله كما كتشوفوا. واحسن حاجه هي الطبيعه اللهم بارك. شوف تطوان تبارك الله معروفه بالجماليه ديالها، معروفه بالجبال والمناظر الزوينه تبارك الله. هاي الريستورا تبارك الله كتقدم جميع الوجبات ديال الفطور وديال الغداء اللهم بارك. كما كتلاحظوا يعني بصراحه بلاصه زوينه، واحسن حاجه هي الانسان يتحرك يكتشف المغرب ويشوف الاجواء ديال المغرب والبلدان، وكذلك المدن المجاوره. ضروري الانسان يتحرك شويه ويشوف.
علاش انا نتكلموا على الشاوان طنجة تطوان العرايش كاع هادو اصيله كاع هادو تبارك الله راه مدن سياحيه الجبهة مدن سياحيه اللي معروفه تبارك الله بالجماليه ديالها وديال هذاك الخيرات ديال البلاد اللهم بارك. انا عجبتني هاد الطريق هادي تبارك الله محيط فيها الاشجار واحد العوين راهي الصوت بصراحه في المدينه كان الصهد الحمان بزاف اما ملي جيت هنايا ملي جيت هنا بين هاد الاشجار وبين هاد الاجواء ما شاء الله كان واحد العوين واحد العوين تبارك الله يا سلام الحمد لله على هاد الخيرات البلاد اللهم بارك الحمد لله. دائما البلاصه العاليه واللي فيها الجبال كتكون معونه تبارك الله. تطوان تطاوين الطاكسيات ديالهم بالازرق الازرق الابيض شتو تطوان فين راه يا واحد المنظر تبارك الله. كاين 30 كيلومتر ما بين المدينه حتى العين تقريبا نص ساعه ديال الطريق كتمشى غير في وسط الجبال تبارك الله تطوان كي داير